بعد غرق ذي قار، هل بغداد حصينة أمام الأمطار؟ مع بدء أولى زخات المطر، غرقت بعض مناطق محافظة ذي قار وبعض أحياء العاصمة بغداد. صحيح أن ذي قار وبغداد تضمان فرقاً للمجاري ومستعدة لأي ظرف، لكن الأمطار غمرت الشوارع بالكامل. هناك مناطق في بغداد وذي قار لم تتم تغذيتها بشبكات للمجاري، وواجهت فعلاً مشاكل في التصريف. المشاكل تتلخص بنقص الآليات، علاوة على مشاكل متراكمة سابقة مثل نقص الأموال. استعدادات أمانة بغداد لمواجهة الأمطار انهارت بالكامل، حيث لم تنجح الفرق الفنية في معالجة تصريف المياه الزائدة. في بغداد تتعرض أنابيب صرف مياه المجاري والأمطار بشكل دائم لمشاكل كثيرة، الأمر الذي يؤدي بشكل مستمر لغرق مناطقها وشوارعها الرئيسية، وخاصة مناطقها الشرقية.